صباح اليوم تم افتتاح في المتحف القومي للحضارة المصرية قاعة المومياوات الملكية النهاردة 18 اليوم العالمي للتراث، واليوم اللي تم تحديد أنه هيتم افتتاح القاعة فيه للجمهور عشان الجمهور يبتدي يشوف الملوك والملكات القدماء بعد نقلهم من متحف المصري بالتحرير في موكب مهيب طبعا كلنا شفناه والعالم كله شافه وتكلمنا عنه طبعا كلنا. سيد أبو الفضل المشرف على القاعة المركزية وقاعة المومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة قال إن عدد المومياوات اللي هيتم عرضها بجانب أصحابها من الملوك 12 تابوت، حيث يتم عرضهم لأول مرة منذ اكتشافهم بجانب بعضهم البعض، وكان منهم ما تم عرضه في قاعة منفصلة بالمتحف في التحرير من قبل، ومنهم مجموعة هتعرض لأول مرة. احنا طبعا عندنا فقرة حوارية في هذا الموضوع مع دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف متحف الحضارة، لكن خلونا نشوف جزء من هذا الفيديو ونرجع نستكمل مع حضراتكم. انت هي اللي بتفتح، ما بتفتحش.